طيران الماجي يقوم بقصف مدينة القصير. انظروا أيها العرب أيها المسلمون. انظروا أيها العرب. عمد أبو ضيح. عمد أبو ضيح. عمد أبو ضيح. الله أكبر. حسين صوي. حسين. معليش معليش. لا تخافي لا تخافي. آمين يا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. Voilà le quotidien en Syrie. La mort, la peur, la sidération et l'isolement du monde. Qu'est-ce qu'ils payent ? Leur volonté de vivre libre un jour. Offrons-leur notre respect et notre solidarité.